الهجوم الشامل على المرتدين، تعددت وسائل وطرق التصدي والمواجهة للردة، فكانت هناك أساليب فردية وأساليب من قبل الحكومة والدولة الإسلامية. المواقف الفردية كان للثابتين على الإسلام في القبائل العربية المرتدة دور هام في مواجهة أقوامهم، فوقف بعضهم ثابتين في وجه أقوامهم واعظين لهم منبهين إلى خطورة ما هم مقدمون عليه من نقض العهد ونقض الإيمان. وكانت الخطوة الأولى تتمثل بالكلمة الصادقة والموقف الثابت، وأدت ببعضهم إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأدت الكلمة فعلها في بعض المواقف، من ذلك ما فعله عدي بن حاتم مع قومه إذ ثبتهم بني عدي عفوا بني طيء، ثبتوا على الحق بوقفة شجاعة من عدي بن حاتم. كذلك ما فعله الجارود مع أهل البحرين إذ استطاع بحكمته وموعظته أن يمنعهم من الردة. وعندما تفشل الكلمة ويفشل الوعظ ينسحب المسلمون في كل قبيلة من القبائل المرتدة إلى ويشكلون تجمعات إسلامية منعزلة عن تجمعات الردة. وهذا ما حصل في كثير من القبائل العربية مثل بني سليم، انشق المسلمون عن قبيلة بني سليم وانحازوا، وأصبحت بنو سليم جزئين، جزء مع المرتدين وجزء مع الثابتين. أيضا اليمن انحاز الأبناء، بس للمعلومات، هم عندما دخل الفرس اليمن واحتلوها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا من أهل اليمن وأنجبوا أولادا، فالمتولدين من أهل اليمن والفرس يسمون الأبناء، وكانوا هم سادة اليمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأبناء وقفوا ضد الأسود العنسي وانحاز إليهم عدد كبير من المسلمين. كذلك مسعود أو مسروق القيسي وقف ينصح الأشعث بن قيس ويدعوه لعدم الردة، ودخل بينهما حوار طويل. استطاعت القيادة الإسلامية التواصل مع كثير من القادة والزعماء والأفراد الذين ثبتوا على الدين، وحضتهم القيادة الإسلامية على الصمود وعلى أن يكونوا بمناطق منعزلة ويقاوموا قبائلهم المرتدة ما استطاعوا حتى يأتيهم المدد من الدولة الإسلامية. الناظر في خريطة الجزيرة سأعرضه على حضراتكم بعدا يجد أن الردة كانت شاملة للجزيرة العربية جغرافيا، ولكن لم تكن شاملة سكانيا، إذ كل قبيلة كان فيها من القادة والأفراد والجماعات من تمسكوا بالإسلام والحق ووقفوا في وجه أقوامهم. هذه يعني جهود فردية وجماعية. ماذا فعلت الدولة الإسلامية؟ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، عندما بدأت حركة الردة تظهر، كان يراسل ويبعث الرسل إلى قبائل المتنبئين الذين ادعوا النبوة، لتدعوهم لتجميع الثابتين على الإسلام ويشكلوا بهم جماعة تحارب المرتدين. هذه الخطة النبوية سار عليها الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يراسل المؤمنين في القبائل العربية ويدعوهم إلى تشكيل تكتلات وتجمعات إسلامية مسلحة تبدأ الغارة على الجيوش المرتدة حتى تأتيها الكتائب الإسلامية فتنضوي إلى تحت ظل الكتائب الإسلامية، فتكون عونا لهم في دحر من ارتد. وبعد عودة
وبعد عودة جيش أسامة راسل الصديق زعماء الردة والثابتين على الإسلام ليحقق بعض الأهداف ككسب الوقت حتى يرجع جيش أسامة، وكتب إلى من كتب إليهم الرسول باليمن وغيرها ليبذلوا جهدهم لدعوة الثابتين للإسلام، وطلب من الثابتين كما ذكرت لكم التجمع في مناطق حددها لهم حتى يأتيهم أمره، وكان هذا الترتيب بداية للخطة العسكرية القادمة. واستطاع بعض الثابتين على الإسلام أن ينزاحوا أن يغادروا مناطقهم ويصلوا إلى المدينة، ويأتون بصدقات كثيرة مثل حاتم الطائي وعدي بن حاتم الطائي والزبرقان بن بدر التميمي. ومن الإنجازات استطاع الثابتون على الحق من إفشال حركة قيس بن مكشوح المرادي، وتعطيل بعض التجمعات القبلية في تهامة وبلاد السرات ونجران، وكان لهذه العملية مجموعة من النتائج حققت الخطة هذه. نجحت خطة الصديق في تحقيق حملات التوعية والدعاية والتعضيد للمسلمين والتخذيل لقوى المرتدين، تمهيدا لانسياح الجيوش الإسلامية المنظمة. وكما أن هذه الخطة التي رعتها الدولة استطاعت تثبيت المسلمين في القبائل المرتدة، وإعداد الثابتين على الإسلام يكونوا قوادا في حركة الفتوح الإسلامية القادمة. وكما هذه العملية أوجدت قوى إسلامية متفرقة في الجزيرة ترتبط بمراكز القيادة لتشكل ينابيع دعم للجيوش التي ستنساح في الجزيرة مطاردة فلول المرتدين. إذن هذه العملية الأولى التي قامت بها القيادة الإسلامية، وهي حث إرسال الرسائل والطلب من الناس للعودة إلى الإسلام، والذين لم يعودوا والموجودين على الإسلام يثبتوا على إسلامهم ويدعوا قبائلهم، ما استجابوا ينحازوا ويجتمعوا في تجمعات معينة، كان عندهم قدرة وسلاح يهاجمون المرتدين ويقتلونهم ويطهرون القبيلة منهم، ما استطاعوا ينحازوا إلى مناطق معينة حددها لهم الصديق. ثم كانت تطوف الجيوش الإسلامية كما سنتكلم لاحقا بهذه المناطق، فتنضم هذه التجمعات للكتائب الإسلامية فتكون عونا بالسلاح والعدد للجيوش الإسلامية. وبالتالي استطاعت الدولة الإسلامية تقليص مساحات الردة وقدر الإمكان. الخطوة الثانية التي استخدمتها الدولة الإسلامية إرسال جيوش المنظمة. بعد وصول جيش أسامة والذي استمر 40 يوم وفي رواية شهرين، استراحوا، ثم أمرهم أبو بكر الصديق فذهبوا إلى ذي القصة. وهناك في ذي القصة خرج أبو بكر رضي الله عنه شاهرا سيفه راكبا على راحلته يقود الكتائب الإسلامية لحرب المرتدين، فأخذ علي بخطام بغلته أو ناقته وقال: شم سيفك يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله ولا تفجعنا بك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فوافق الصديق للعودة، وقبل ذلك قام بتجهيز الجيش وتعبئته، وقسم الجيش إلى 11 كتيبة أو لواء، ووضع على كل كتيبة أو لواء قائد، وجعل القائد العام لجميع القوات المسلحة خالد ابن الوليد، ووضع خطة عسكرية تدل على عقلية جغرافية عجيبة للصديق، كأنما الجزيرة العربية مرسومة أمامه.
فكان يرسل كل قائد لمهمة إلى قبيلة كذا وكذا وكذا، ثم تلتقي مع القائد الفلاني الذي يذهب إلى قبيلة كذا وكذا وكذا، ثم يجتمع القائدان في مكان كذا ويذهبون إلى مكان كذا وكذا وكذا، ثم يلتقون مع القائد الفلاني المبعوث إلى كذا وكذا، حتى تتجمع كل القوة وعملية تطهير للجزيرة حتى تجتمع في الأخير في اليمامة لتضرب رأس الردة المسيلمة الكذاب. كيف كان تقسيم الجيوش؟ كان الجيش الأول جيش خالد بن الوليد إلى بني أسد، ثم يذهب إلى بني تميم، ثم يصل إلى اليمامة وينتظر. الجيش الثاني بقيادة عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة في بني حنيفة، انتهى ثم إلى عمان والمهرة فحضرموت في اليمن. الجيش الثالث في شرحبيل بن حسنة إلى اليمامة، يتحد مع عكرمة ومع خالد، انتهى من اليمامة يذهب إلى حضرموت يساعد جيش عكرمة. ثم جيش طريفة بن حاجر إلى بني سليم من هوازن، ثم جيش عمرو بن العاص إلى قضاعة، ثم جيش خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام، وجيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وجيش حذيفة بن محصن الغلفائي إلى عمان، وجيش عرفجة بن هرثمة إلى مهرة، وجيش المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن صنعاء ثم حضرموت، وجيش سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن. 11 جيش، ولكل جيش مهمة معينة وفق خطة عجيبة وضعها الصديق رضي الله عنه. لقد كان الصديق رضي الله عنه جغرافيا دقيقا، خبيرا بالتضاريس والتجمعات البشرية وخطوط مواصلات جزيرة العرب، فكأن الجزيرة رسمت وصورت مجسما واضحا بين عينيه في غرفة عمليات مجهزة بأحدث وسائل التقنية. فلمن يتمعن في تسيير الجيوش ووجهة كل منها واجتماعها ثم تفرقها وتفرقها لتجتمع ثانية، يرى تغطية سليمة رائعة صحيحة مثالية لجميع أرجاء الجزيرة مع دقة في الاتصال مع الجيوش. فأبو بكر رضي الله عنه كان في كل ساعة يعلم أين مواقع الجيوش ويعلم دقائق أمورها وتحركاتها وما حققت من نتائج وما عليها من غد من واجبات، وكانت مراسلات دقيقة وسريعة تنقل أخبار الجبهات إلى مقر القيادة في المدينة حيث الصديق، وكان على صلة مستمرة مع جيوشها كلها. وبرز من المراسلين العسكريين بين الجبهات أبو خيثمة النجاري الأنصاري وسلمة بن سلامة وأبو برزة الأسلمي وسلمة بن وقش. وكانت الجيوش التي أرسلها الصديق جيوش متماسكة، وهي أهم إنجازات الدولة الصديقية، إذ جمعت تلك الجيوش بين مهارة القيادة وبراعة التنظيم فضلا عن الخبرة في القتال، وصهرتها الأعمال العسكرية في حركة السرايا والغزوات التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في العهد المدني. وكانت هذه الجيوش القيادة العامة لسيف الله خالد بن الوليد صاحب العبقرية الفذة والفتوح الإسلامية. وكما قلنا كان التوزيع وفق خطة استراتيجية هامة مفادها أن المرتدين لا زالوا متفرقين في كل بلدة، ولم يحصل منهم تحزب ضخم ضد المسلمين، فلا بد من المسارعة بضربهم وتفتيتهم وتجميع شتات القوى الإسلامية في كل قبيلة، ثم جمع القوى الإسلامية بقبضة واحدة لضرب مركز الردة في اليمامة، ثم الانسياح نحو اليمن وعمان وتطهير ما بقي من جزيرة العرب. هذا هو مخطط الصديق رضي الله عنه في ضرب الردة. نكتفي بهذا القدر أحبابي الكرام، على أمل لقاء بكم في المحاضرة القادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.